اليوم رح نحكي عن two basic sauces، صوصات أساسيين عنا بالمطبخ بعالم الطبخ بشكل عام. أول واحدة اللي هي الفلوتة، صوص الفلوتة الأساسي. بس خلينا قبل نحكي على مصطلح خليه بذاكرتنا ودائما حافظينه، اللي بنحكي عن رو. لما أحكي عن الرو يعني عندي مقدار واحد من الزبدة مع مقدار واحد من الطحين، يعني 1:1، كاسة بكاسة، معلقة كبيرة بمعلقة كبيرة. صوص الفلوتة أساسها يكون عندنا زبدة وطحين ومرقة بيضة، مرقة بيضة يا مرقة دجاج يا مرقة سمك أو مرقة خضار حسب الصحن اللي أنا بدي أعمله. الصوص الفلوتة من الصوصات الأساسية. صوص ثانوية بتنزل من الفلوتة بيعتمد إحنا شو بنضيف عليها، أعشاب، بهارات أو أي نوع خضرة. بنزل منها صوص زي مثلاً صوص المشروب اللي هي الأساسي الفلوتة، وبنزل منها صوص المشروب. كتير سهل إنها تعمل. نبلش. عندي البوت بفتح عليها. أوكي. عيار الزبدة. حطيت الزبدة، بدي أدوبها وبدي أدير عليها الطحين. هيك صار زي ما حكينا اسمها الرو، بدي إياها تضل بيضة. تمام؟ المرقة اللي بدي أستعملها بدها تكون يفضل مرقة باردة، بس أنا ما بديرها مرة واحدة، بديرها نتفة نتفة. طيب هاي الزبدة انحطت، بدي أدير معيار الطحين وأحرك. هادي الصوص زي ما بيقولوها شقرة، يعني الطحين والزبدة ما يحمر معي، هذا اللزوجة اللي أنا بدي إياها. الصوص الفلوتة كتير مهم فيها إنها تكون الرو شقرة، يعني ما بدي إياها تسمر. نتفة نتفة. هلأ ببلش أدير مرقة الدجاج أو مرقة السمك زي ما حكينا أو مرقة الخضرة، المهم مرقة بيضة. أنا بموت على الصوت. نتفة نتفة، مش مرة واحدة بدير كل المرقة، كل ما تيجي تمسك معي الزبدة والطحين برد بضيف كمان مرة، ما بديره مرة واحدة زي ما حكينا، وبضل أحرك. أوكي؟ ما تتخيلوا قديه هاي الصوص كتير طيبة مع أطباق السمك أو الجاج، لأنه بالآخر ما حدا بحب يأكل أكل ناشف. بس خلص الصوص، كيف بعرف انه الصوص عندي خلصت؟ رقم واحد ببلش يغلي من الاطراف مش بنصها، وانا لازم اضل احرك علشان اوصل للكثافة اللي انا بدي اياها. ورح نعمل اختبار المعلقة. ناخذ المعلقة، ظهر المعلقة بعمل هيك وبس بقسمها باصبعي. إذا ظلت الأسمة موجودة معناته أن الصوص تبعيتي تمام. إذا رجع المرقة الصوص الفلوتة تبعيتي رجعت سكرت، معناته أنا لسه ما وصلت للكثافة اللي أنا بدي إياها للصوص. هيك أنا الصوص عندي صارت جاهزة، كتير طيبة نستعملها مع اللحوم البيضة، سمك، جاج أو حتى أي نوع أنواع الخضرة. الصوص الثاني اللي رح نعملها اللي هي برضه من الصوصات الخمسة الأساسية الموجودين عندنا بالمطبخ، اللي هي اسمها صح الأسبانيول. نفس المبدأ، في عندي الطحين والزبدة اللي هي اسمها الرو زي ما حكينا، واحدة بواحدة، وعندنا الفرق اللي هي المرقة اللحمة الحمراء. بدنا نبلش؟ كتير سهل. نولع النار. هاي الصوص من أذكى الصوصات اللي ممكن نستعملها بالمطبخ، كتير زاكية مع اللحوم الحمراء. تمام؟ هاي حطينا الزبدة. الفرق بينها وبين الفلوتة إنه لازم تكون لون الزبدة والطحين مايل للبني أكتر. تمام؟ ومنضل نحرك بنفس الطريقة
بس بدي اياها تسمر شوي. اللي بيميز هاي الصوص ريحة الزبدة والطحين لأنه تحمص زيادة على النار، ونفس الإشي بدي أديرها شوي شوي لأنه الزبدة والطحين عندي سخن والمرقة عندي باردة. يما الريحة نرجع نعمل نفس امتحان المعلقة. امتحان كالعادة نمسك نعمل حز، رجع الحز نرجع منزيد كمان مرقة ومنضل منسبك فيها. ما رجع هيك احنا تمام، بنقدر نسكبها. ملح فلفل وجاهزين. اوكي انا هلأ خلصت عندي الصوص بقدر اسكبها. في شغلة، إذا حسيت إنه الصوص شوي مكبتلة معي بكل بساطة بمرقها من مصفاية علشان أتأكد إنه ما يكون فيها أي لمس. فيلوتي وإسبانيول صوصتين من 5 صوصات أساسيات موجودين عنا بالمطبخ، تقريباً نفس المواد اللي استعملناهم بس بطرق مختلفة. استعمالاتهم كتير زاكية بالمطبخ، جربوها.